هذه الشيلة بمناسبة التقاعد مهداة إلى رقيب أول المتقاعد علي محمد آل محيى القحطاني. طربان على الطرق والقيفان واهدي المدح بان الحان لك تم التسجيل والإكساج في استديو الإبداع الفني طايل المقدام علي في يوم التقاعد لك نهدي القاف من مثلك نفخر باسمك وفعلك وفعولك فعول عظام قربان على الطرق والقيفان واهدي المدح بالالحان لك يا علي حلال راعي الطايل المقدام علي في يوم التقاعد لك نهدي القاف من مثلك نفخر باسمك وفعلك وفعولك فعول عظام قربان على الطرق والقيفان واهدي المدح بالالحان لك يا علي حلال راعى طايل المقدام علي يا ابو فيصل من هجتك عرب انساسك وجدك يا رسيف ثقيل حدك رقيب اول وعملاك رقيب اول وعملاك مطلوب لك فالعسكري يا افعال تشهد من سنين تسوى عن مية رجال سيف انبال لزوم احزام واليوم متقاعد ولك بصمه بعد سنين في الخدمة وبالاخلاص والهباية القحطاني خذت رسام اضطي ساسك والدرام والجود طاقك تاجي وافي عمود وفعولك لقوم يشوف نقزوم من شيوخ اكرام قحطاني ومن قحطان الطالة اسمن علي من زالة فرسان وخيالة للعادي عما وسقى تم التسجيل والمكساج في استديو الإبداع لمجد جديد وغاية فخرنا ما له نهاية بك على مرور العوام بك على مرور العوام على الطرق والقيفان واهدي المدح بالالحان لك يا علي حلال راعي الطايل المقدام علي في يوم التقاعد لك نهدي القلب من مثلك نفخر باسمك وفعلك وفعولك فعول عظام طربان على الطرق والقيفان واهدي المدح بالالحان لك يا علي حلال راعي الطايل لطالب الشيلات أو الزحمات الاتصال من صفر خمسة أربعة خمسة واحد اثنين سبعة تسعة رقيب أول وعملاك رقيب أول وعملاك مطلوب لك فالعسكري يا أفعال تشهد من سنين أقوال تسوى عن مية رجال سيف انفال لزوم احزام سيف انفال لزوم احزام اليوم متقاعد ولك بصمه بعد سنين في الخدمة وبالإخلاص والهباية القحطاني خذت وزام لطالب الشيلات والزحمة الاتصال صفر خمسة وفعولك لقوم يشوف من قوم من شيوخ اثنين سبعة تسعة قحطاني ومن قحطان الطالة أسمن علي من زالة فرسان وخيالة للعادي عما وسقام الاتصال التقاعد لك بداية لمجد جديد وغاية فخرنا ما له نهاية بك على مرور الأعوام بك على مرور الأعوام شكرا لاختياركم استديو الإبداع الفني دامت أفراحكم.